كان احد عمال المنازل يعمل خادما لدى احد الاثرياء المشاهير وكان من عاده هذا الثري ان يستقل سيارته الفارهه كل يوم وعندما يحييه الخادم بالسلام كان الثري لا يرد التحيه وفي يوم راى الثري هذا الخادم وهو يلتقط كيسا فيه بقايا طعام نظرا لفقره ولحالته الماديه الصعبه فتجاهله الثري وكانه لم ير شيئا وفي اليوم التالي وجد الخادم كيسا بنفس المكان ولكن الطعام كان فيه مرتبا وطازجا اخذ الخادم الكيس وفرح كثيرا الا انه لم يهتم بامر الكيس او يسال نفسه من اين جاء واصبح الخادم كل يوم يجد نفس الكيس وهو مليء بالطعام وحاجيات البيت كامله فكان ياخذه حتى اصبح هذا الموضوع روتينيا الا انه بدا يتساءل هو وزوجته واولاده من يا ترى هذا الرجل التقي النقي الخفي الذي يتصدق علينا بكيسه كل يوم كان الخادم يدعو له ويوصي زوجته واولاده بالدعاء له وفي يوم من الايام شعر الخادم بجلبه في العماره فعلم ان السيد الثري قد توفي وكثر الزائرون في ذلك اليوم ولكن اتعس ما كان في ذلك اليوم بالنسبه للخادم ان الرجل الصالح قد نسي الكيس حتى ظن ان احدا من الزائرين قد سبقه اليه وفي الايام التاليه لم يجد الخادم ايضا الكيس وهكذا مرت الايام مما زاد وضع الخادم المادي سوءا فقرر ان يطالب السيده زوجه الثري المتوفي بزياده الراتب او ان يبحث عن عمل اخر وعندما كلمها الخادم قالت له في دهشه كيف كان المرتب يكفيك وقد صار لك عندنا اكثر من سنتين ولم تشتكي فماذا حدث الان فاخبرها عن قصه الكيس فسالته ومنذ متى لم تعد تجد الكيس فقال لها بعد وفاه سيدي وهنا انتبه الخادم لشيء حيث سال نفسه لماذا انقطع الكيس بعد وفاه سيدي مباشره فهل كان سيدي هو صاحب الكيس ولكن تذكر معاملته التي لم ير منها شيئا سيئا سوى انه لا يرد السلام فغرورقت عينا زوجه الثري بالدموع وعلى الفور قررت بان تصل ما بداه زوجها وانقطع بعد وفاته وعاد كيس الخير الى الخادم مره اخرى ولكن هذه المره كان يستلمه بيديه من ابن الثري وعندما كان الخادم يشكره كان ابن الثري لا يرد عليه فشكره بصوت مرتفع فرد عليه وهو يقول لا تؤاخذني فانا ضعيف السمع كوالدي بكى الخادم بكاء شديدا وهو يقول كم نسيء الظن بالاخرين ونحن لا نشعر ولا نسال ولا نستفسر لكي نعرف لماذا يتصرف معنا البعض بامور لا نحبها لعل معهم العذر ولا نعرفه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير في كل يوم جمعة وبعد الصلاة كان إمام مسجد وابنه البالغ من العمر إحدى عشرة سنة يخرجان في إحدى ضواحي أمستردام وأغلبها نصرانية ويوزعان على الناس كتبا صغيرة بعنوان الطريق إلى الجنة كان الأب يؤلفها ويطبعها على حسابه الخاص وفي يوم من الايام وكان يوم جمعه كان الجو باردا وماطرا جدا فارتدى الصبي الكثير من الملابس حتى لا يشعر بالبرد وقال لابيه انا مستعد لتوزيع الكتب فقال الاب الطقس شديد البروده في الخارج ولن اخرج في هذا الطقس ادهش الصبي اباه بالاجابه وقال ولكن يا ابي لا يزال هناك اناس يذهبون الى النار هل يمكنني ان اذهب وحدي لتوزيع الكتب تردد والده للحظه ثم قال يمكنك الذهاب واعطاه بعض الكتب مشى الصبي في شوارع المدينه في هذا الطقس لكي يوزع الكتب الاسلاميه على من يقابله وبعد ساعتين من المشي تحت المطر تبقى معه اخر كتاب فظل يبحث عن احد الماره في الشارع لكي يعطيه له ولكن كانت الشوارع مهجوره تماما فذهب الى اول منزل يقابله ويعطيهم الكتاب ودق جرس الباب فلم يجب احد فظل يدق الجرس مرارا وتكرارا بلا جدوى ولكن شيئا ما كان يمنعه من ترك المنزل فاخذ يطرق على الباب بقبضته بقوه فاذا بالباب يفتح ببطء كانت تقف عند الباب امراه كبيره في السن ويبدو عليها علامات الحزن الشديد فقالت له ماذا استطيع ان افعل لك يا بني نظر لها الصبي الصغير بعينين متالقتين وعلى وجهه ابتسامه اضاءت لها العالم وقال سيدتي اسف اذا ازعجتك ولكن فقط اريد ان اقول لك ان الله يحبك حقا ويعتني بك وجئت لاعطيك اخر كتاب معي والذي سوف يخبرك كل شيء عن الله والغرض الحقيقي من الخلق وكيفيه تحقيق رضوانه واعطاها الكتاب وانصرف بعد ان شكرته وبعد أسبوع، وبعد صلاة الجمعة، حيث كان الإمام قد أنهى محاضراته، وقفت سيدة عجوز تقول: لا أحد في هذا الجمع يعرفني، ولم آتي إلى هنا من قبل. وقبل الجمعة الماضية لم أكن مسلمة، ولم أفكر أن أكون كذلك. لقد توفي زوجي منذ أشهر قليلة، وتركني وحيدة في هذا العالم، ويوم الجمعة الماضية كان الجو باردا جدا وكانت تمطر. وقد قررت ان انتحر لانني لم يبق لدي اي امل في الحياه لذا احضرت حبلا وكرسيا وصعدت الى الغرفه العلويه في بيتي ثم قمت بتثبيت الحبل جيدا في احدى عوارض السقف ووقفت فوق الكرسي وثبت طرف الحبل الاخر حول عنقي وكنت على وشك ان اقفز وفجاه سمعت صوت رنين جرس الباب في الطابق السفلي فقلت سوف انتظر لحظات ولن اجيب وايا كان من يطرق الباب فسوف يذهب بعد قليل انتظرت ثم انتظرت حتى ينصرف من بالباب ولكن كان صوت الطرق على الباب ورنين الجرس يرتفع ويزداد قلت لنفسي مره اخرى من يكون رفعت الحبل من حول رقبتي وقلت اذهب لارى من يطرق الباب وبكل هذا الاصرار عندما فتحت الباب لم اصدق عيني فقد كان صبيا صغيرا وعيناه تتألقان وعلى وجهه ابتسامة لم أرى مثلها من قبل حتى لا يمكنني أن أصفها لكم الكلمات التي جاءت من فمه مست قلبي الذي كان ميتا ثم قفز إلى الحياة مرة أخرى وقال لي بصوت حنون سيدتي لقد أتيت الآن لكي أقول لك أن الله يحبك ويعتني بك ثم أعطاني هذا الكتاب الذي أحمله الطريق إلى الجنة فأغلقت بابي وبتأن شديد قمت بقراءة الكتاب ثم ذهبت إلى الأعلى وقمت بإزالة الحبل والكرسي لأنني لن أحتاج إلى أي منهما بعد الآن فأنا الآن سعيدة جدا لأنني تعرفت إلى الإله الواحد الحقيقي وقد جئت إلى هنا بنفسي لأقول الحمد لله وأشكركم على هذا الملاك الصغير الذي جاءني في الوقت المناسب ومن خلال ذلك تم إنقاذ روحي من الخلود في الجحيم دمعت العيون في المسجد وتعالت صيحات التكبير الله أكبر الله أكبر ونزل الإمام وهو الأب عن المنبر وذهب إلى الصف الأمامي حيث كان يجلس ابنه هذا الملاك الصغير واحتضن ابنه بين ذراعيه وأجهش في البكاء أمام الناس دون تحفظ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جاء في موسوعه القصص الواقعيه ان احد الصالحين كان له اخ في الله وكان من الاتقياء يزوره في كل سنه مره وفي احدى هذه المرات جاء لزيارته وطرق الباب فقالت امراته من الطارق فقال الصديق اخ لزوجك في الله جئت لزيارته فقالت الزوجه ذهب يحتطب لا رده الله ولا سلمه وفعل به وفعل واخذت الزوجه تدعو على زوجها بكل قسوه وتذمه وبينما هو واقف على الباب اذا بصديقه قد اقبل من جهه الجبل وقد حمل حزمه كبيره من الحطب على ظهر اسد وهو يسوقه بين يديه ثم جاء وسلم على صديقه ودخل المنزل وادخل الحطب وقال للاسد اذهب بارك الله فيك ثم ادخل صديقه والزوجه على حالها تذم وتاخذ بلسانها وزوجها لا يرد عليها جلس الزائر مع الزوج بعض الوقت واكل شيئا من الطعام معه ثم ودعه وانصرف وهو متعجب من صبر اخيه على تلك الزوجه فلما كان العام الثاني جاء نفس الصديق لزياره صاحبه ولكنه اراد ان يلتقي به عند الجبل ويشاهده وهو يضع الحطب على ظهر الاسد مثل المره الماضيه ولكنه تعجب عندما شاهد نفس الاسد من بعيد في غايه القوه والشراسه وعندما قرر العوده لبيت صديقه تذكر زوجته ولسانها فاختار ان يظل مكانه حتى يشاهد صديقه ويعود معه وعندما طال الانتظار عاد الصديق الى دار صديقه وطرق الباب فقالت زوجته من بالباب قال الصديق انا اخ لزوجك في الله فقالت الزوجه مرحبا بك واهلا وسهلا اجلس فانه سياتي ان شاء الله بخير وعافيه فتعجب الصديق من لطف كلامها وادبها وبعد لحظات جاء الزوج وهو يحمل الحطب على ظهره فتعجب ايضا لذلك وعند وصوله لباب الدار سلم عليه ودخل وادخله واحضرت الزوجه طعاما شهيا لهما واخذت تدعو لهما بكلام لطيف والزائر يتعجب مما يشاهده في هذه المره فلما اراد ان يفارقه قال له يا اخي اخبرني عما اريد ان اسالك عنه في العام الماضي اتيتك فسمعت كلام زوجه لا استطيع ان اصفها مخافه حساب الله ولكنها كانت تذم كثيرا ثم رايتك قد اتيت من جهه الجبل والحطب على ظهر الاسد وهو مسخر بين يديك وفي هذا العام رايت كلام الزوجه لطيفا بلا ذم ورايتك قد اتيت بالحطب على ظهرك وليس على ظهر الاسد فما السبب قال يا اخي توفيت تلك المراه وكنت صابرا على خلقها وما يبدو منها كنت معها في تعب وانا احتملها فكان الله قد سخر لي الاسد الذي رايت يحمل عني الحطب بصبري عليها واحتمالي لها فلما توفيت زوجتي السابقه تزوجت هذه المراه الصالحه وانا في راحه معها فانقطع عني الاسد فاحتجت ان احمل الحطب على ظهري لاجل راحتي مع هذه الزوجه المباركه الطائعه قال صاحبه صدقت فلقد ذهبت بعد وصولي قرب دارك الى الجبل فرايت ذلك الاسد الوديع الذي كان قد سخره الله لك ليطيعك ويساعدك ويمشي بامرك لقد رايته في غايه القوه والشراسه يفتك بالحيوانات ولا يرحم منها احد فعدت سريعا الى دارك خوفا منه قال الزوج واذا راني الان ربما افترسني بعدما كان ياتي الي دون ان اطلبه بل كنت انام بجواره وانا امن مطمئن كل شيء يا اخي بيد الله يسخر من يشاء لمن يشاء وقتما يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ